كان بعيد ميلاد وديع الشيخ. طبعا شيخ الكهر اليوم وديع. ابو سعد الله مش شيخ الكهر بعد صغير، هذا الكلام هذا الكلام مش ابو سعد الله، فنان حقيقي وصوت رائع وبصمه كبيره ونجاح. دائما شيخ الكهر نجاح ساحر. شيخ الكهر كلمه خاصه بتاريخه ومجال طويل. وديع صار له 6 7 سنين بهذا المجال. هلا بعرف انه قبل كان كثير يعني تعب لوصل، بس قلت له شيخ الكار بتكون عم تعطي عمر اكبر من عمره، ولكن هو له بصمه مدويه وعنده لينك قلب المقاييس. وديع تفوق على غير فنانين طبعاً. سبقون طبعا مثل كثار يعني لا في عالم عاد بالبيت. وديع كثير في عالم كانت طايره كانت موجوده بقوه زي حون وديع من طريقه. جمهور وديع غير جمهور باقي الفنانين، انت هيك عم تظلم الجمهور كمان. روح صار بتشوف ايه ما انت بدك لكن تشوف انا عم يسهر عند تشوف مين عم يروح يسهر لكن تشوف عم يسهر عند غير فنانين يعني يا بشوفهم هن يا بشوف اخواتهم الصغار يا بشوف اولادهم. عرفت علي كيف؟ ليك اللبناني عنده شغله بس ما ثقيله انك تقول لي وديع الشيخ قاعد كثير فنانين كبار. لا منا ثقيله هيدي حقيقه. في فنانين بدقوا لوديع بيطلبوا منه يغني لهم غنيتهم لتروح فايرل بصوته. اصلا وديع نجح باغاني مش لاله. تخيل انه اغاني نزلت من زمان مع فنانين تانيين ما عملت شيء معه وهو نجحت. القبول من رب العالمين. اذا بدك تنكر الحقيقه بتكون عم تكذب على حالك. والجمهور واحد، انتبه جمهور السهر اذا بدك تفكر بالسهر بالحفلات. جمهور واحد قد ايه بده يعدوا 200 300 الف عم يبرموا على كل الحفلات. تيجي انت عند وديع بتلاقي في 1000 شخص عم قدامه. وديع الشيخ فنان نوادي ليليه؟ لا. كيف بلش؟ لا لا بلش كل فضل شاكر كان يغني بالبيت والكافيه وكان يغني هون وهون يغني نوادي ليليه. طيب ونوعية الغناء محتوى الكلام ما خص هذا موضوع شعبي الرديات الشعبية هذا موضوع تاني المسبات يا فارس. ما الناس عم تتقبل وعم تزقف وتصور وتنزل ستوريات. انت عملت له اغاني كثير لوديع كله واللي هي ضربت اذا كل الاغاني بلا مسبات كسرنا الدنيا. بس خيي لك انا بقول لك شغله كل ساعه ولا ملايكتها بالسهر في مشروب وفي عالم تكون اكثر من مشروب سو بتلاقي العالم غير مونت يعني ايه سو ممكن تسمع مين ما كان يعني هو الشربان هو الشربان انت بس تكون شربان وسكران مين ما طلع غنى على المسرح حتصلت لا لا هو الشربان شخص لا مبالي وبحب يسمع شيء شوك يعني بحب يعمل الشغلات اللي هو عاده اخلاقياته الاجتماعيه ما بيعملها صحيح فيطلع على المألوف لذلك بس يسمع شغله بتنقز بينبسط بحس انه يعني مثل كيف مثل الولد بس تغيب امه يعني هيدي